جالنا دلوقتي انه في 15 حالة في معهد الأورام لأطباء، 3 أطباء و12 ممرض، 3 أطباء و12 ممرض في معهد الأورام، وتأكدنا من الخبر. خبر نزل في القاهرة 24، لكن احنا كمان تأكدنا من الخبر وفهمنا أنه تم إغلاق غرف العمليات وتخفيف الأعداد المترددة على العيادات الخارجية لحين تعقيم المستشفى. طبعا حضراتكم عارفين انه معهد الاورام ده يعني بيجي الناس اللي بتاخد العلاج الكيماوي وعلاج الاورام، المرضى دول نفسهم مناعتهم ضعيفة جدا. طبعا اتأكدنا من الخبر من ناحية اخرى، خبر اخر نازل في اليوم السابع، بيان لنقابة الاطباء تتحدث عن انه في حالات اصابة من اطبائها وممرضيها في المعهد القومي للاورام. يبقى احنا بنأكد لحضراتكم انه في 15 حالة ما بين طبيب وممرض. عندما تقصينا الامر فهمنا انه الاصابة جت احد الممرضين اللي بيعملوا في مكان خارج معهد الاورام، يعني بيشتغل في مكان اخر، خد الاصابة من المكان الاخر ونقلها الى زملائه في معهد الاورام. فيبقى احنا عندنا مكانين يجب التأكد منهم، يجب ان احنا نشوف معهد الاورام ايه اللي حصل فيه بالظبط، ويجب ان طبعا التقصي، وده الشغل اللي بتعمله وزارة الصحة، ان نتقصى الممرض اللي ادى المرض ده، هو اصلا جايبه منين. وضع يعني حساس جدا وحرج جدا، ولكن بنؤكد الخبر. 15 من الطواقم الطبية، ودول زي ما بنقول دايما ده الجيش بتاعنا، ده خط المواجهة الاول. 15 من الطواقم الطبية في معهد الأورام، إغلاق غرف العمليات، تقليل، يعني طبعا أنا بفهمش في المسألة دي، هل يكون من الأفضل إغلاق المكان كله ولا هم فاهمين بشكل أفضل؟ معرفش، إنما طبعا هو يعني بالمنطق اللي هو طبعا ملوش علاقة بالعلم، ولكن بالمنطق بتاعنا هو المكان كله لازم يتقفل. اما يكون في 15، وطبعا يجب الكشف على المخالطين المرضى اللي تعرضوا للدكاترة دول والممرضين. موضوع ضخم وكبير، وعلشان طبعا في اول الحلقة ناس كتير تقولك عمرو متنرفز ليه، عمرو متعصب ليه، عمرو متنرفز ومتعصب لانه بيكون في بعض الاحيان تصرفات غير مسؤولة، وممكن طبعا انه الممرض ده ما كان عنده العوارض وما خدش باله او خباها، كل هذه الاشياء طبعا ممكن تؤدي الى موضوع ضخم. نتحدث عن صرح طبي كبير وهو ما فيش يعني مليون معهد اورام في مصر، هو واحد. ان شاء الله خير، وطبعا الاخبار بتقول انه بيتعمل تحاليل لجميع العاملين بالمستشفى بعد اكتشاف 15 اصابة بكورونا. انما طبعا اللي احنا استقصينا فيه فهمنا الموضوع جه ازاي، ممرض كان يعمل في جهة اخرى وجاب المرض جوه معهد الاورام. موضوع صعب شوية.